خرجت اليوتيوبر المغربية نعيمة البدوية يومه الثلاثاء 7 نوفمبر الجاري تزامنا مع اعتقال ابنتها مريم بتدوينة ضربت من خلالها موعدا لمتابعيها بإطلاق بث مباشر عبر منصة اليوتيوب من أجل كشف مستجدات تخص القضية. وكتبت نعيمة البدوية في التدوينة التي شاركتها عبر خاصية ستوري: مساء الخير، شكرا على رسائلكم وكلامكم الطيب في وفي عائلتي، الحمد لله احنا بخير الآن جميعا بدون استثناء، انتظروا لايف على اليوتيوب غدا صباحا إن شاء الله، ستكون فيه كل الحقائق 100%، ولا تصدقوا إلا ما يخرج من صفحاتنا وقنواتنا الرسمية، شكرا مرة أخرى، أولهلي خطيكم علينا.